السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة فريدة من نوعها، وشحال من واحد كيسولني على هاد القضية ديال الكيلو ديال الأرانب، كيفاش يعني المربين المحترفين كيتعاملوا مع الكيلو ديال الأرانب. يعني هو الكيلو كيتغير على حسب الأيام، ولكن كيفاش المربي المحترف كيتعامل مع البيع ديال الأرانب يعني بالكيلو، وكيفاش كيتعامل يعني باش يبيع بالكيلو وباش يبيع بالكسيبه. يعني انه غادي يبيع مثلا واحد الام جاهزه او واحد الذكر جاهز، خصو يكون عنده واحد تقنيه يعني كيديروا يستعملوها المحترفين. هذه التقنيه هي كالتالي، يعني بلا شك ان شحال من واحد لقى صعوبه في البيع ديال الارانب في البدايات ديال اي واحد كيلقى صعوبه في التسويق. منين كيبقى يبحث ومع مرور الايام كيقدر يعني يقلب على شي واحد اللي يبقى يدفع له، اما جزار اما يبيع في السوق اما بزاف ديال المهم لابد ما يكون عنده واحد الحل. ملي كيلقى داك الحل كيبقى حاير، كيف بشحال غادي نبيع انايا هاد الارانب، ويعني الا مشاو فاتوا الوزن ديال 2 كيلو او 3 كيلو كيفاش غادي ندير نبيعهم، خصوصا انهم ديك الساعه ما كيبقاوش كيتباعوا بالكيلو، لان ديك الساعه كتولي واحد داير وانتيا باغي تبيع واحد الانثى للكسيبه، يعني شي واحد باش انها غادي تتزوج وغادي تولد له. واش غادي نبيعوها بالكيلو؟ ما يمكنش، لان يعني ديال الحاجه ديال الكيلو كتكون يعني ماشي ديال 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 المزاوجه. او الا ما عارفش ها انت لقيتي هذه فرصه انك تفهم باللي الكيلو يعني باش تبيع بالميزان ماشي هو انك غادي تبيع واحد الحاجه واحد الذكر مثلا باش يلقح، ولا واحد الذكر سلاله، ولا واحد انثى سلاله، ولا انثى حامله. الحامله بوحدها تقدر تبيعها باكثر في الثمن. الكسيبه يعني يلاه غادي توجد حوتيني كتكون بثمن، ولكن حنا نهضروا ما بين اولا نهضروا على ما بين الانثى يعني اللي غادي الثمن ديال الكيلو والثمن ديال الكسيبه. الثمن ديال الكيلو وهو يعني الارانب اللي نتايا باقي ما درتي لهمش ليبره، لان ما حدك غير غدير لهم ليبره غادي تحس بالارنب ديالك طايح عليك غالي، لان هذيك 9 درهم راه كتفرق. 9 درهم ديال 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 كوني بخافاك، ديك الليبره ديال التسمم الدموي ملي كدقها لها صافي، يعني راه فات 3 شهور، يعني هي خصك كي تفوت 3 شهور خصها تدقها. ملي كدق لها ليبره كيولي هذاك الارنب ماشي ديال 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 الكيلو، ما غاديش تبيعو بالكيلو، كيولي ديال الكسيبه. ملي كيولي ديال الكسيبه هذا سر غادي نعطيه لكم، وهو شحال كيلعب الثمن ديال الكيلو ديال الميزان. اولا الميزان كيلعب ديما ما بين 30 درهم حتى 35 درهم، يعني اما 30 درهم 33 درهم 32 درهم ديما، هذا هو الميزان. هو في الحقيقه الميزان كيف تتعاملوا معاه الجزار، اكيد تتعاملوا معاه مع الدجاج. ملي كيطلع الدجاج حتى السعر ديال القنيه حتى هو كيطلع. عاود العواشر، حنا كنقولوا العواشر مثلا في شي اعياد الناس كيبغيو يستعملوا القنيه والارانب، عاوتاني كيطلعوا لهم السعر ديالهم. ولكن حنا في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على الفرق ما بين الكسيبه والسعر ديال الكيلو. ديال الكيلو انا قلت لكم كيتراوح ما بين 30 درهم حتى 35 درهم، كيبقى يلعب ما بين 31 32 33 34 حتى 35 درهم. والخطره واش بالنسبه الى بغيتو غير تبيعوه في السوق هذاك الشيء شغلك، يعني كتبقى تبيع بالميزان بلا ميزان. يعني الا كنتي ما باغيش تغش وكنتي يعني باغي تحلل رزقك، انك كتوزن هذاك الارنب وكتبيعو بالميزان. يعني ممكن انك تطيح واحد درهم جوج ثلاثه، هذه ماشي مشكل، ولكن بالميزان الاحسن تبيعو بالميزان. واخا كتبيع انت في السوق ممكن انك تبيع بالميزان، يعني عينيا هي كتبان عينيا هكا ارنب راك جايبه، ولكن نتايا بينك وبين راسك راك عارف باللي شحال فيه ديال الميزان. اما السعر ديال الارانب ديال الكسيبه عقلوا على الثمن، وهو 50 درهم حتى 55 درهم. منين تكون عندكم شي انثى
يعني كبيره وبغيتوا تبيعوها الكسيبه كتوزنوها هي غالبا كيقول لك 200 درهم هي اسمو المعنى ديال 200 درهم هذا اللي كيقول لك 200 درهم راه 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 حريفي علاش لان الانثى بالغه غالبا كتكون فيها 4 كيلو 4 كيلو ب 50 درهم هي 200 درهم متفق معكم كيكون الثمن يقدر يكون 200 220 درهم هي هذيك مع خطرات كيوصل ل 55 درهم الا ضربنا 55 درهم في 4 هي هذيك 220 درهم شي واحد كيسحب راسو كيتشطر هاد التقنيه هادي راه ما فيها لا شطاره لا والو الا مشيتي تا كان عندك ارنب كبير اما ذكر بحال هكا او انثى وزنه وضرب الميزان في 55 درهم وداكشي اللي خرج لك راه هو الثمن ديالو الحقيقي اللي خصو يكون فيه هذا راه سر من الاسرار اللي كيستعملوها الحريفيه في هذا المجال انا قدمت لكم كهديه ان شاء الله في هذه الحلقه هذه عقلوا 55 درهم حتى 55 درهم هادو الحوايج ديال الكسيبه اللي يعني دغو قالهم لي برا صافي وصلوا 3 كيلو 4 كيلو هذاك هو الثمن ديالهم القضيه ديال انثى ولا ذكر ماشي مشكل بحال الذكر بحال الانثى غير الانثى ملي كتكون حامله ما حاولوا انكم ما تنزلوش على 55 درهم لان داك التلقيح راه حتى هو كيتحسب الا مشيت تلقحتيه الانثى عندك في الذكر ديالك لان الذكر ديالك راه حتى هو هذاك الماء ديالو راه حتى هو كيسوى ثمن يعني ما تنزلوش على 55 درهم يعني 55 درهم الا كانت فيها 4 كيلو صافي هي هذيك غادي تكون ب 220 درهم 220 درهم هذاك هو الثمن الاصلي ديال الانثى كاين حالات خاصة وهما السلالات مثلا كتكون بابيون تقدر تزيد شي حاجة لأن بابيون ماشي هو نيوزيلندي نيوزيلندي راه ناقص شي شوية على البابيون البابيون تبارك الله كيكبر دغيا كيوفى دغيا كي يعني الأرجل ديالو الخلفية كتبان لك صافي وقف دغيا أما نيوزيلندي ولا شانشيلا واه شانشيلا حتى هو زايد في الثمن شي شوية بحال إلا جينا نصنفوهم ممكن أنك دير النيوزيلندي ديرو مع كاليفورني وشانشيلا ديرها صح شانشيلا اصليه ماشي شانشيلا اللي نفهم قمقن الشانشيلا اللي كتكون بالزسطه هذيك ممكن انك تصنفها مع السلالات هي والبابيون هادو بجوج ما تطيحوش على 55 درهم الكيلو يعني ماشي تبيعوا داكشي عيني يعني هاك عطيني 30000 300 درهم عطيني 250 درهم لا بينكم بين راسكم راه الميزان هو اللي كيفصل منين تشوفوا راسكم باغين تبيعوا يكون عندكم ميزان وزنوا الا مشيتوا توزنتوا راه هذاك هو الثمن الاصلي لان هذه راه حلقه هادشي اسرار كيتعاملوا بهم الحريفيه هنا حطيت لكم على طبق من ذهب كنظن ان الحلقه تكون راقصكم كنتمنى انها تكون راقصكم و كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي وتكيو على زر الجيم باش تساندونا الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.